مجموعه العمل الماليه الدوليه الكافي علنات ولا مرات واحد لا ريزولوشن واحد المقرر باخراج من المغرب من منطقه الدول المتابعه بطريقه معززه او ما يصطلح عليه بالمنطقه الرماديه، خاصه فيما يخص محاربه تبييض الاموال ومحاربه الارهاب. المغرب والمنظومه الماليه ديالو بذلت في هذه السنوات الاخيره واحد المجهود كبير من اجل تحسين التشريعات والترتيبات والتنظيمات لي سيركولير زاريتي والمنظومه الرقابيه ديالها باش ترجع يعني المنظومه ديال محاربه الارهاب ومحاربه تبييض الاموال في المستوى ديال الدول المتقدمه. وهذا اللي غادي يسمح للمغرب انه تكون عنده واحد القوه في المفاوضات ديالو مع المؤسسات الدوليه الدائنه والمؤسسات الدوليه الماليه ذات الطابع المؤسساتي، واللي ما يمكن الا يرجع بالنفع على المغرب سولا على التدفقات الاستثماريه ولا على مساهمات المغرب ولا مساهمات الدائنين الدوليين في تمويل الاقتصاد الوطني.